بسم الله. الشكل اللي قدام ده بيقول لنا ايه المخرجات اللي هنحصل عليها لما نعمل الموديل، وبعدنا مثلا موديل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وفي موديل بيتجمع فيه الشغل ده كله. اول حاجه ان احنا بنقدر نطلع كل اللوح بلانات وسكاشن من قلب الموديل. لو ما طلعناش الحاجات ديت يبقى احنا ما عملناش اصلا بيم. يعني لو انت اشتغلت باي برنامج زي اوتوكاد 3D او الماكس او السكتش اب، صعب تطلع البيانات والسكاشن زي ما بتطلعها من احدى برامج البيم. هنا تطلع اللوحة بتاعت المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، وهنا تطلع اللوح المجمعه اللي فيها المعماري والانشائي والكهروميكانيكال. هنا تبدا تعمل اناليسيز للشادو اناليسيز، وطبعا في حاجات كتيره جدا بتتعمل بس ده مثال. الاستراكشر اناليسيز، الاندور انفايرمنت سيموليشن، وتقدر تعمل حاجات مثلا خاصة بجودة الرياح، حاجات خاصة بالظلال، حاجات خاصة بحركة الشمس، حاجات خاصة بالزلازل. يعني في تحاليل كتيرة تقدر تعملها، CFD، حاجات كتيرة تقدر تعملها لو انت عندك الموديل المظبوط. ولما بتجمع الموديل كله مع بعض بتقدر تعمل بروجكت سكادول للمشروع، او تربط الموديل بتاعك بروجكت سكادول تشوفه مجسم. هنا تقدر تطلع كومبوننت اند سبيس داتا، حاجات كتيرة جدا بتقدر تطلعها بس ده مثال. الكومبوننت سكادول، كومبوننت سكادولز، وهنا برضو بتقدر تطلع سكادولات للاريا والاكتر من حاجة والماتيريال وكل حاجة. الفيزواليزيشن تقدر تعمل رندر شكله جدا حلو جدا، تقدر تعمل ووك ثرو، تقدر تعمل انتراكتيف اناليسيز اوف بلانت رومز. هنا تعمل تاخد الموديل ده بقى وتحطه على جوجل ايرث مثلا. الكوردينيشن تقدر تعمل كوردينيشن بين المعماري والانشائي، وبين الانشائي والام اي بي، وبين الام اي بي والمعماري. كل الفوائد دي بتحصل عليها لانك انت معاك الموديل معمول مظبوط، معمول في البيم، مش مجرد معمول على احدى برامج 3D وخلاص.